النوع هذا يا ربي السلامه منه، غادي بيكالا وهاز الهايو، هذا سميتو الهايو ديال الطوبيس، وغادي كيلعب وكيتسطى، يقدر يخشي يدو تما ويتاذى ليه الصحه ديالو، يقدر يخرج على داك الطوبيس مول الطوبيس اللي خدام على وليداتو ولا على والديه، والقانون ما غيرحموش. ما فهمتش، وهذا النوع كيكون عزيز على امه، وهذا النوع كيكون مسخوط وعزيز على امه يا ربي السلامه، وهذا النوع هو اللي كتحلف عليه امه، هو اللي امه كتحلف عليه. كنتمناو بحال هذا يتعاقب اقصى العقوبات، علاش؟ لانه يقدر يدير عود ولا حديده ولا حجره في هذاك الموتور ويخرج على هذاك الطوبيس كامل، يا اما يسكتوا الناس يتعطلوا على خدامهم، يا اما بزاف ديال الامور. بحال هذا النوع خصو عقوبه ديال تعريض حياه الناس او لا محاوله القتل، هذا خصو يتعاقب بمحاوله قتل الناس، لان تقدر تكون موك اختك بنتك غاده للخدمه وتقدر تعرض حياتها للخطر، تقدر تقف في هذيك الخلا وتعرض للسرقه، تقدر ملي كيخسر الطوبيس احنا عارفين ولاد الشعب شنو كيوقع. ما تعرفوش مع بحال هادشي، والله يدير اللي فيها الخير ان شاء الله.